استعادة النفس، ده اللي نقدر نقوله بعد النكسة 67. مصر بكل قوة قدرت ان هي تستعيد نفسها لغاية ما وصلنا لحرب 73 وحققنا مصر. ده قدر يتحقق ازاي؟ هو اسمعي، الحقيقة كنت في احد اللقاءات هنا برضه في البرنامج بتاعكم الذي يستحق كل التقدير والاحترام. شرف بحضرتك دايما يا فندم. تذكرت هذه النقطة الحقيقة، ويمكن بيخطر في بالي دايما ان انا بقول عليها ملحمة اكتوبر، لانها فعلا ملحمة. ففي اعقاب عدوان 5 يونيو 67، ورغم ان الظروف الصعبة للغاية سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، وما فيش حلول وما فيش امكانيات ونفسيا كمان يا سيادة، ما انا بقول اجتماعيا الشعب كان مشحون، ففوجئ بان الارض اتخذت في 6 ايام. ويمكن الاحساس ده وصل كان لرئيس مصر الله يرحمه الرئيس عبد الناصر، فحب يتنح. اجابتي بقى لحضرتك، شعب مصر قال له ايه؟ لا، ده انت تقعد وتستمر. وراحوا محددين هدف استراتيجي. الشعب قالوا له ايه؟ لابد ان نسترد حاجتين، نسترد الارض ونسترد الكرامه المصريه وشرف العسكريه المصريه. طيب ازاي في الظروف الصعبه قوي دي سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ونفسيا وكله، ومع ذلك استطاع هذا الشعب نتيجة التلاحم، ودي نقطة مهمة جدا، لما بنبقى كلنا ايد واحدة اكيد النتيجة بتختلف. صحيح. ليه؟ لان كان في تلاحم ما بين القيادة السياسية والجيش والشعب. الحقيقة حصل بقى نقول ايه، هدف واحد، الكل يسعى لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي نجحنا في ان احنا نحرر الارض. قعدنا كم سنة بقى عشان نحرر الارض؟ عسكريا 6 سنين، سياسيا وتفاوضيا عشان الانسحاب 9 سنين، تفاوضيا وتحكيميا عشان طابة 7 سنين. يعني 22 سنة قعد أبناء هذا الشعب العظيم الحقيقة في قوة وإصرار وتلاحم أن لازم نرجع آخر شبر من أرض مصر. دي الجزئية الأولى. طيب الهدف الثاني كان ايه؟ كيفية استعادة الكرامة المصرية وشرف العسكرية المصرية. دي تمت بقى بسميها انا في ايقونة المعارك. ايقونة المعارك يعني في المرحلة دي ال 22 سنة تم العديد من المعارك، الحقيقة ما هيش معركة واحدة طبعا. العديد من المعارك. خلاص، اعظم معركة من وجهة نظري انا الشخصية طبعا اللي هي نقول يوم 6 اكتوبر. يوم 6 اكتوبر دي بسميها ايقونة المعارك، اللي بنجاحها الحقيقه تحقق باقي اوجه النجاح في المعارك الاخرى الى ان استردينا الارض والكرامه مره اخرى. طب في معركه، انا بسميها معركه رمضان بالمناسبه برضه، لانها كانت يوم 10 رمضان. طب نجحنا في استعاده بقى نقول ايه شرف الكرامه المصريه والعسكريه المصريه في قد ايه؟ في 22 يوم. يبقى استردينا الارض مده الحرب، اللي هي فتره الحرب من يوم 6 اكتوبر لغاية يوم 28 أكتوبر. طيب الملحمة دي تمت إزاي؟ كان في صراع عسكري 6 سنين. الصراع العسكري 6 سنين بدأ زي ما حضرتك في بداية تساؤلك، الله طب إزاي أنتم الظروف الصعبة قوي دي؟ قالوا إن مصر أصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لا جيشها ولا الدولة. خلاص، حالة من الإنهاك التام. ما جميع الاوضاع زي ما قلت لحضرتك كده صعبه للغايه، ما فيش امكانيه في اي حاجه، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا ولا ولا. نسال بقى نفسنا، طب ازاي جيل الاباء والاجداد انتم في 3 4 سنين قعدتوا بناء الجيش المصري تاني اللي قالوا 20 سنه؟ رغم ان ما فيش امكانيات، انما تم اعاده بناء الجيش المصري في 3 4 سنين. ويجب ان نتذكر الحقيقه كل من كان له بصمه لصالح بلده. صحيح. نتذكره الحقيقه بالخير. فانا بتذكر
الفريق محمد فوزي والفريق عبد المنعم رياض، لان دول كان ده كان ده وزير الحربيه وكان ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي استشهد يوم 9 مارس في على الجبهه في اثناء نقول القائه بالجنود اللي قاموا بالاشتباك مع الجانب المعادي في احد المعارك اللي تمت على الجبهه في مارس سنه في الاستنزاف كان 69 مارس 69.